درسنا اليوم حول عملية الإخصاب والمصطلحات الخاصة بها، كما ترون هنا هذه صورة لعملية اتحاد حيوان منوي مع بويضة، إذا هذا حيوان منوي وهذه بويضة، وهذه الصورة هي نهاية مرحلة تنافسية كبيرة بين الملايين من الحيوانات المنوية، فهذا الحيوان المنوي هو واحد من 200 الى 300 مليون حيوان منوي يتنافسون على هذه البويضه وكما تعلمون ياتي الحيوان المنوي من الاب والبويضه من الام وهذه العمليه تحدث في جسم الام وفي هذا الفيديو سوف نتحدث عن المصطلحات المتعلقه بهذه العمليه تسمى عمليه اتحاد هاتين الخليتين الاخصاب وتنتج عنها خليه تتميز لاحقا لتشكل خلايا الجسم الاخرى كل واحده من هذه الخلايا التناسليه يسمى المشيج اذا هذا الحيوان المنوي يسمى مشيج وهذه البويضه ايضا مشيج البويضه ايضا خليه تناسليه وكل مشيج يحتوي على نصف عدد الكروموسومات الموجوده في معظم خلايا الجسم اذا المبايض او الخصيتين تحتوي على نصف عدد الكروموسومات. سأكبر صورة هذا الحيوان المنوي. لن أرسمها بحجمها الحقيقي، فحجم الحيوان المنوي بالحقيقة أصغر بكثير من البويضة. هذه هنا نواة الحيوان المنوي. الحيوانات المنوية عند الإنسان تحتوي على 23 كروموسومًا، كما هو موضح هنا. (1، 2، 3) اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره احد عشر اثنى عشر ثلاثه عشر اربعه عشر خمسه عشر سته عشر سبعه عشر ثمانيه عشر تسعه عشر عشرين واحد وعشرين اثنان وعشرين اما بالنسبه للكروموسوم رقم 23 فهو الكروموسوم الذي يحدد جنس الجنين فإذا كان الكروموسوم الثالث والعشرين هو X سيكون الجنين أنثى وإذا كان Y فالجنين ذكر هذه الكروموسومات في الحيوان المنوي أو في المشيج من الأب يتحد هذا المشيج مع البويضة هذه هي البويضة وهذه النواة بداخلها

تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنان وعشرين والكروموسوم رقم ثلاثة وعشرين هو كروموسوم X وهو كروموسوم محدد لجنس الجنين فإذا كان الكروموسوم المحدد للجنس هو XY فالجنين ذكر وإذا كان XX فالجنين أنثى وهذه الخلية أيضا مشيج اذا المشيج هو المسمى العام للحيوانات المنويه والبويضات بعد اتحاد هاتين الخليتين ماذا يحدث بعد الاتحاد تنتج خليه تسمى بويضه ملقحه او لاقحه سارسمها الان هذه اللاقحه وهذه نواتها اذا تحتوي اللاقحه على 23 كروموسوما من الاب واحد اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر، عشرين، واحد وعشرين، اثنان وعشرين، ثلاثة وعشرين وثلاثة وعشرين كروموسومًا من الأم: واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشر، أربعة عشر، خمسة عشر، ستة عشر، سبعة عشر، ثمانية عشر، تسعة عشر عشرين واحد وعشرين اثنان وعشرين ثلاثة وعشرين وتذكروا أن كروموسوم X من الأم لاحظوا أنني رسمت الكروموسومات على شكل أزواج إذا لديكم ثلاثة وعشرين كروموسوما من الحيوان المنوي وثلاثة وعشرين كروموسوما من البويضة والآن أصبح لديكم 46 كروموسوما في البويضة الملقحة أي مجموعة متكاملة من الكروموسومات وهذا يمكن الخلية من الانقسام بشكل متكرر حيث تنقسم وتتمايز إلى جميع الخلايا التي تكون جسم الإنسان هذه إذن اللاقحة دعوني ألخص كل هذه المعلومات الأمشاج هي الخلايا التناسلية التي تحتوي على نصف عدد الكروموسومات، واللاقحة هي الخلية الجاهزة لعملية التمايز الخلوي لإنتاج كائن حي يحتوي على ضعف العدد أو المجموعة الكاملة من الكروموسومات، أي 46 كروموسوما، فهذه الكروموسومات أمامكم على شكل أزواج. تسمى هذه الأزواج أزواجا متماثلة. ما معنى هذا؟ هذان الكروموسومان، كروموسوم من الأب وكروموسوم من الام يحملان شفره البروتين ذاته ولكنهما يختلفان بطريقه تشفير البروتين مثلا افترضوا ان هذا الجين القادم من الاب يساهم في تحديد لون الشعر وبالطبع سيكون هناك جين اخر مشابه موجود في الكروموسوم القادم من الام فهذان كروموسومان متماثلان يحملان شفره البروتين نفسه فاللاقحة الآن تحتوي على 46 كروموسوما أو 23 زوجا من الكروموسومات المتماثلة هذا المثال ينطبق على الإنسان فربما تحتوي الكائنات الأخرى على عشرة أزواج من الكروموسومات بدلا من 23 أي 20 كروموسوما بدلا من 46 وليوضح علماء الأحياء عدد الكروموسومات لكائن معين يستخدمون المصطلحين أحادي الكروموسومات وثنائي الكروموسومات. أحادي الكروموسومات يحتوي على نصف العدد الكامل للكروموسومات. فأحادي الكروموسومات في الإنسان يحتوي على 23 كروموسوم. فإذا كان الحديث عن كائن آخر سيكون العدد مختلفا. إذا هذه هنا طرف واحد من الزوج وهنا لديكم طرف الزوج أي أزواج مكتملة من الكروموسومات. هذا هو العدد ثنائي الكروموسومات. عند الحديث عن الانقسام المتساوي والانقسام المنصف لكائن معين، يكون الحديث عن العدد أحادي الكروموسومات، ويرمز له بـ N، والعدد الثنائي ضعف الأحادي، ويرمز له 2N. أتمنى أن تكون مصطلحات عملية الإخصاب اصبحت اكثر وضوحا لكم